أهلا وسهلا بكم في صداق لا من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في ألترا عراق: نائب يتحدث عن تهريب الأدوية المغشوشة تراوح بين 70 إلى 80%. في المدى 40% من المواطنين يعانون البطالة، كورونا تجهض أحلام الشباب بالحصول على وظيفة. نقرأ في الزمان عن انخفاض حالات الشفاء وتسجيل نحو 4000 إصابة مؤكدة بكورونا. أما في عربي 21 فنقرأ: بعد دعوات للاحتجاج السلطات تغلق الجسور بين مدن الخرطوم. في القدس العربي: الفياض ينفي تورط الحشد في مجزرة صلاح الدين واستهداف البعثات الدبلوماسية. في فورين بوليسي: بولندا تستخدم تهم التجسس والإرهاب ضد المهاجرين المسلمين. والعنوان الأخير من العربي اللندنية وفيه: عنف الميليشيات يطلق صراع أجنحة داخل الحشد الشعبي. من أبرز العناوين التي دونتها واجهات الصحافة واخترناها لكم، الآن نذهب وإياكم إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال المنشور في صحيفة القدس العربي، ويقول فيه كاتبه: إن السفارة الأمريكية والميليشيات المسلحة والحكومة والبرلمان كلها معا تسير محاطة بعناصر الحماية المادية والمعنوية التي تملكها، إلا الشعب العراقي فهو الوحيد الذي يسير في وادي الموت من دون ضجة أو اهتمام من أحد، بعد أن غادرت الحقيقة والضمير والغيرة الحكومة والبرلمان، وتزايدت الرغبة الدولية في تجاهل حقائق الظلم والاضطهاد والمآسي التي تبرز كل يوم على أرض الواقع العراقي. جاء هذا في مقال للكاتب مثنى عبد الله، نتابع جزءا منه. إن المنظومة السياسية في العراق نشأت نتيجة غزو واحتلال، ومن البديهي أن تكون ضد إرادة الشعب والمصالح العليا للوطن، وبالتالي لا تستطيع هذه النخب الفاسدة البقاء إلا من خلال تحالفها مع القوى الخارجية التي ظهرت على المسرح السياسي، ولأن المشهد في هذا البلد باتت تحكمه قوتان واحدتان هما الولايات المتحدة وإيران، فقد توزعت ولاءات الفاعلين المحليين بين أحضان هاتين القوتين، وأصبحوا المرآة الحقيقية للسلوك السياسي الأمريكي والسلوك السياسي الإيراني على أرض الوطن، كما بات كل طرف يسعى بكل قوة لرهن الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية للعراق بما تمليه عليه مصلحة القوة التي يواليها، فكان أن أدخلوا العراق وطنا وشعبا في دروب موحلة وأنفاق موحشة، وفرضوا عليه سياسات ليس له مصلحة فيها، فتحول إلى حالة اللاهوية بعد أن فقد كل عناصره الإيجابية، ولم تعد هنالك سياسة خارجية أو داخلية خاصة به على الإطلاق، ما أوجد حالة من الترقب الدائم على المستوى الشعبي الداخلي كلما حدثت أزمة أمريكية إيرانية، لمعرفتهم المسبقة أن ساحتهم ستكون ساحة الصراع وهم من سيكونون وقودها، بعد أن تذهب القوى السياسية إلى الانشطار إلى فريقين، كل فريق يتخذ أحد جوانب الصراع كعامل مساعد ومؤيد له. إن لسان حال العراقيين اليوم يقول: لقد وعدتمونا وأسيادكم الأمريكيون والإيرانيون بالديمقراطية والازدهار والحياة الحرة الكريمة، ونحن بعد 17 عاما نعيش في دولة فاشلة وفوضى اقتصادية سمحت للفاسد والمسلح فرض سيطرته على البلاد والعباد، ولم يتحقق الانتقال الاقتصادي إلى اقتصاد السوق، وتبخرت الميزانية وزاد الفقر والعوز. الآن إلى مقال جديد منشور في صحيفة عربي 21، وجاء في مطلعه: الحصانة البريطانية والأمريكية تذكرة مفتوحة لارتكاب جرائم الحرب. تقول الكاتبة هيفاء زنجنة: إنه من المتوقع أن يتم تمرير قانون العمليات الخارجية
موظفو الخدمة والمحاربون القدامى المقترح من قبل حكومة حزب المحافظين البريطانية برئاسة بوريس جونسون بعد أن تم تمرير القراءة الثانية ومناقشة التعديلات يوم 14 من تشرين الثاني أكتوبر الحالي. وجاء توقيت اقتراح القانون مناسبا لتمريره تحت الرادار، أي دون أن يحظى باهتمام كبير، وذلك للانشغال العام بانتشار فيروس كورونا ومتابعة الإجراءات الحكومية المتناقضة المحيطة بكيفية الوقاية منه أو الحد من انتشاره. ينص القانون المقترح على تقييد الملاحقات القضائية ضد الجنود البريطانيين على جرائم يرتكبونها أثناء خدمتهم أو قيامهم بعمليات في الخارج من خلال منحهم الحصانة بعد مرور 5 سنوات على ارتكابهم أي جريمة كانت، بما في ذلك التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية باستثناء الجرائم الجنسية. يطبق القانون على كل العسكريين، كما ستقدم مهلة مدتها 6 سنوات فقط للدعاوى المدنية ضد وزارة الدفاع. صوت معظم نواب البرلمان لصالح القراءة الثانية، وتنص محاججة مقترحي القانون بأن العسكري يقوم بأداء مهامه المطلوبة وواجبه والتضحية بحياته للدفاع عن الجميع، وإذا ما حدث وارتكب ما يمس حياة الآخرين في أثناء أدائه واجبه فإن صلاحية مقاضاته يجب أن تسقط بعد مرور 5 سنوات. وتؤكد الحكومة أن هذا سيحمي القوات البريطانية من الملاحقات القضائية الكيدية. أحد أسباب هذه المحاججة هو رفع مواطنين عراقيين مئات القضايا ضد عسكريين بريطانيين في أثناء مشاركة القوات البريطانية في احتلال العراق في غضون 15 عاماً. قامت وزارة الدفاع بتسوية 300 مطالبة بإجمالي 20 مليون جنيه استرليني لضحايا عراقيين عانوا من انتهاكات وتعذيب على أيدي القوات البريطانية. أثار القانون المقترح استنكار منظمات حقوقية بريطانية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، لأنه سيزيد من إفلات الجنود البريطانيين الذين يرتكبون جرائم خطيرة من العدالة، حيث وصف مدير منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة القانون بأنه سيضع تصرفات الجنود فوق القانون. ويشير اقتراح الحكومة إلى أن القوات المسلحة بحاجة إلى الإفلات من العقاب من ممارسة التعذيب وجرائم الحرب. إلى العرب اللندنية الآن، وجاء في مطلع المقال الذي كتبه صاحبه: بسنوات قليلة رغم مراراتها على العراقيين انتهى دور أحزاب الإسلام الشيعي في إدارة الحكم في العراق رغم المراوغة لتمديد زمن تلك النهاية الرسمية وعدم اعترافهم بهذه الحقيقة الحتمية، ومعهم الأحزاب التي تدعي تمثيل أهل السنة في العراق. مقال للكاتب ماجد السامراي. الضائعون منذ بداية عهد الاحتلال والتسيد شيعة السلطة يدعون الآن بأنهم يمثلون السنة المهمشين ويفتشون في خزائن فقهائهم عن ديباجات لبيانات انتخابية مبكرة ذات نبرات معارضة لكسب الجمهور السني الذي لفظهم في حزمة واحدة مع شيعة السلطة. شباب العرب السنة، أبناء أكثر من 1 مليون شهيد ومغيب، كان بعضهم طفلا رضيعا حين فقد أباه، وهو اليوم عاطل عن العمل ومحروم من الحقوق الإنسانية، يواجه موجات البرد في مخيمات النزوح مع أهله. هؤلاء لن تمرر عليهم بعد اليوم لعبة سراق الوطن. الجيل الجديد من أبناء العرب السنة سيفاجئ أصحاب الكراسي المذهبة ويزيحهم عن الطريق، ولن تنفع أموالهم المسروقة من جياع الناس أو القادمة من الدوحة رغم المستقبل الغامض لهذا التمويل بعد مناخ المصالحات الخليجية مع تل أبيب
أو تراجع الدعم التركي المبتلى حاليا بتورطاته الخارجية. جيل النزوح والاضطهاد والحرمان في الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك لا يعرف لغة الكذب والمراوغة. المتورطة الأكبر بحسب ماجد السمرائي في شراكة شيعة السلطة هو تنظيمات أحزاب المناطق السنية التي شاركت في العملية السياسية التي كانت في حالة من الاندفاع أغمضت عيونها في السنوات اللاحقة عن جرائم قادة الأحزاب وميليشياتها ضد المواطنين من قتل واختطاف وتهجير. كانوا مبتهجين بتلك الشراكة، وليست الشراكة إلى درجة قبول تعليمات قاسم سليماني لقاء أن يتحول أحدهم من مطلوب وفق المادة 4 بتهمة الإرهاب إلى رئيس برلمان العراق. إلى مقال منشور في ألترا عراق وهو بعنوان ضعف بغداد قوة لأربيل مبدأ تنسفه النيران والصواريخ. سأل حبر كبير عن الخطيئة التي ارتكبها الحاكم الأمريكي برايمر ومن جاء معه في ترسيخ الانقسام الطبيعي للمجتمع سياسيا عبر المحاصصة وتهميش الهوية الوطنية في أقوال وأفعال النظام السياسي، حتى صار القرار قرارات والمركز مراكز والجيش جيوشا وأخيرا صارت الدولة دولا. يقول الكاتب زيا وليد في مقاله بموقع ألترا عراق أيضا: ربما ظنت بعض الأحزاب الكردية أن ضعف الدولة العراقية لن يصيبها بأذى، لكن صوت الصواريخ التي سقطت على أربيل كانت أعلى وأوضح من كل تلك الظنون. ساهمت النخب الكردية في الحزبين الرئيسين بإنشاء وتثبيت شكل النظام ما بعد 2003 مستحصلة أكبر قدر ممكن من الأموال والامتيازات والمناصب، مستفيدة من تنظيمها وخبراتها السياسية الناتجة عن أعوام من الحكم الذاتي، أي بتعزيز العمل الحزبي بالحكم الفعلي، وكذلك من سذاجة الأطراف الأخرى وتوجهاتها الطائفية في الجانب الشيعي والرفض السني للمشاركة في العملية السياسية. ربما ظنت بعض الأحزاب الكردية المتشددة قوميا أن ضعف الدولة العراقية وبالتالي استقواء الجماعات المسلحة لن يصيبها بأذى، لكن صوت الصواريخ التي سقطت على أربيل كانت أعلى وأوضح من تلك الظنون، لتثبت فساد المبدأ القائل ضعف المركز قوة للإقليم. مؤخرا وفي ذات السياق أثار تصريح للقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والوزير الأسبق هوشيار زيباري عن الحشد الشعبي امتعاض أطرافا في الأخير، ولم تفلح الصفقات المحاصصاتية بين البارتي والأحزاب المكونة لتحالف البناء بالأجم الغضب، بل ترجم إلى اقتحام مقر الحزب الكردستاني في بغداد وإحراقه وسط تفرج القوات الأمنية. يقول زيا وليد أيضا إن الأحزاب التي تفكر دون ضغط الأيديولوجيا ستقف عند مشهد عجز القوات عن حماية مقر حزب رئيس في الحكومة والبرلمان ودراسة أسباب ذلك الضعف، لكنها إذا لم تستفد من الحقائق الواضحة ستقف دون شك عند أسباب الغضب وتماديه إلى الاقتحام والحرق، وعند الوقفة الأولى ستراجع نظرتها للدولة العراقية ومصلحتها بتقويتها، وعند الثانية ستنتهي بتفاهم مع الطرف الثاني وحذر مستقبلي في التصريحات. الآن إلى مقال منشور في صحيفة العربي الجديد وجاء في مطلعه: تعود موجات الاحتجاج الصفراء وإن أضعفت في الشوط الأخير، غير أن الأزمة تضرب في جذور الواقع الحياتي الجديد للفرنسيين، وتأمل وجوه قيادات السترات وكوادرها يشير إلى حضور مكثف للفرنسيين من أبناء القومية الغربية، أي أن الأمر لا يتعلق فقط بمناطق وأحياء أجيال المهاجرين التي تتعرض منذ زمن لتهميش ممنهج بغض النظر عن دوافعه، غير أن اللوحة البارزة التي يرصدها الباحث بكل سهولة أن بعض قيم اليسار الحقوقية في المساواة الضريبية وتوزيع الدخل
تتعرض بالفعل إلى برنامج نقض لصالح التوحش الرأسمالي. حول سياسة ماكرون وعدائه للمسلمين كتب مهنا الحبيل في صحيفة العربي الجديد، نتابع: نحتاج أن نذكر بأن هذا التشريح للحالة الفرنسية والتطرف الباريسي الصاعد لا يبرر مطلقا ولا يغطي كوارث الأنظمة العربية أو الشرقية ولا حالة التخلف الشرقي عن متطلبات النهضة، غير أن ذلك أيضا لا يجيز مطلقا ولا يسمح لفرنسا بشن حملات عنصرية على الأسرة البشرية للشرق الإسلامي ولا على الإسلام كرسالة، علما أن صناعة دين جديد باسم الإسلام كانت مهمة أسوأ أنظمة القمع العربية من أصدقاء فرنسا، خصوصا أن الإرث الفرنسي لا يزال عاجزا عن الاعتذار، فضلا عن توضيح دوره الأصلي في عجلة الإبادة منذ الاستعمار المباشر حتى التدخل المصلحي على حساب قرار الشعوب واستقلالها الديمقراطي. كل ما في الأمر حملة ضجيج قد تكون موجهة إلى واقع سيء بل غاية السوء في بعضها في مسألة الحق الإنساني وحماية الطفولة والمرأة، لكن هذا الدعم الفرنسي ينقلب إلى الضد حين تبدأ الشعوب اختطاط طريق حريتها المدنية وحكمها الدستوري المنتخب، فيعود المستبد صديقا لفرنسا والشعب المكلوم عدوا لها. يتابع الكاتب: ماكرون كان ابن المؤسسة البنكية التي صنعت عقله ووجدانه، وبالتالي وكما قرر بعض فلاسفة الأخلاق الغربيين المعاصرين، فإن عقلية مدير الرأسمالية البنكي قد يفصلها عن بيته القريب، لكن حين يتعامل مع الآخرين فيظل يحسب مصالح الشركة لا حق الأعضاء الأخلاقي. فشل ماكرون أمام السترات الصفراء وعاد كالطفل ليعوض فشله بتمزيق حقوق المسلمين في بلده والعالم. وصلنا بكم أعزائنا المشاهدين الآن إلى المقال الأخير، وهو منشور في فورين بوليسي، وجاء فيه: نشر موقع فورين بوليسي مقالا للصحفية البولندية أغينشكيا، قالت فيه إن ترحيل حكومة اليمين المتطرف في وارسوا للمهاجرين المسلمين لن يجعل البلاد آمنة. ركزت السلطات البولندية على المهاجرين المسلمين ولم تتح لأشخاص مثل عبد السلام الفرصة للدفاع عن أنفسهم، وترى الكاتبة أن الانتهاكات الواسعة للحقوق هي شيء والسياسة نفسها شيء آخر، وليست في محلها، لأن بولندا لم تعاني من أي هجوم إرهابي، ومع ذلك استخدمت الحكومة البولندية بقيادة حزب القانون والعدالة قانون مكافحة الإرهاب لاستهداف المسلمين وبناء على أدلة يشك بها، وقام حزب القانون والعدالة بجعل خطاب الكراهية أمرا عاديا وخلقت مناخا معاديا للمهاجرين في بولندا، ومنحت المخابرات الداخلية اليد الحرة لملاحقة الإرهابيين الأجانب وبدون أي اعتبار لحقوق الإنسان. إلا أن السياسة لا تجعل بولندا بلدا آمنا بل وأدت لتدهور سجلها في حقوق الإنسان، وتشير إلى أن عدد الأجانب الذين تم اعتقالهم وينتظرون الترحيل بتهم التجسس والإرهاب في تزايد مستمر، وهو ما يثير قلق المحامين في مجال حقوق الإنسان في بولندا. جاء في المقال المنشور في فورين بوليسي أيضا لمقالة الصحفية البولندية أغينشكيا: وفي الكثير من الحالات ضغطت المخابرات الداخلية البولندية على المهاجرين المسلمين للتجسس على إخوانهم، ولو لم يفعلوا يهددون بالترحيل. يقوم رجال الإنقاذ بمحاولات لإنقاذ قطيع من الحيتان الجانحة في شبه جزيرة نائية في نيوزيلندا، ورصد سكان كولفيل باي في الجزيرة الشمالية بالبلاد ما يتراوح بين 40 و60 حوتا يسبحون بالقرب من الشاطئ،
في المياه الموحلة الضحلة السبت الماضي. وقالت إدارة حماية البيئة على فيسبوك إن حوالي 25 من الحيتان التي يعتقد أنها من الحيتان الطيارة جنحت على سهول طينية. إلى الكاريكاتير. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم اليومي صدى الأقلام. ظلوا في أمان الله وإلى اللقاء.